لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي وصحفي زياد السنجري. أهلا بكم أستاذ زياد. أهلا وسهلا، حياكم الله وكل مشاهدين قناة رافدين الفضائية. كانت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين قالت بأنه لا يوجد، ووضحت بأنه لا توجد أي جهة أو شخص تمثل شباب الثورة. كيف تفسر المحاولات المستميتة للالتفاف على الثورة وشبابها؟ نعم، كل يوم يصدر من قبل الحكومة وأحزابها وميليشياتها وبعض المواقع والناشطين التابعين لهم بشكل مباشر أو غير مباشر بيانات وتسريب أسماء وشخصيات لكي يقوموا بضرب المتظاهرين وحقيقة ومصداقية مطالب المتظاهرين، ولكنهم لحد هذه اللحظة فشلوا في كل محاولاتهم رغم الأموال الكبيرة التي تصرفها الحكومة والميليشيات والأحزاب الفاسدة في العراق لدعم مصداقية المتظاهرين، ولكنها فشلت. التسريبات بأن الشخص الفلاني أو الشخص الفلاني هي عملية حرق الأوراق الآن إذا كانت من طرف الأحزاب التي تريد حرق أوراق المتنافسين، وإن كانت من قبل المتظاهرين بترشيح شخصيات للتفاوض مع الحكومة أو مع الأمم المتحدة وغيرها. قوة المظاهرات، وذلك علمته في عدد كبير من المقابلات التي أجريتها، بأن المتظاهرين ليس لديهم شخص يمثلهم بحد ذاته، وإنما لديهم لجان غير معلنة، وهذه اللجان وهذه التنسيقيات تعمل خلف الكواليس، وقوتها بعدم إظهارها، لعدم شيطنتها وعدم محاربتها واعتقالها، باعتبار أن الحكومة تلعب دور سلبي جدا في التعامل مع المتظاهرين وخاصة القيادات المنسقة للمتظاهرين. ولذلك نجد بأنهم يتعاملون بسرية تامة مع هذا الموضوع، وهذا ما أثبت نجاع هذه الإخفاء لقيادة المتظاهرين الآن. وهنا سر قوة المتظاهرين بعدم معرفة الرؤساء التنسيقيات والساحات الموجودين في مختلف المحافظات العراقية والعاصمة الحبيبة بغداد. نعم، بعد استقالة عادل عبد المهدي سارعت الكتل السياسية المنخرطة في العملية السياسية، سعت إلى عقد اجتماعات لاختيار الرئيس المقبل للحكومة. إلى أي مدى أصوات المتظاهرين لم تصل بعد لهذه الكتل والقوى السياسية التي هذه المطالب التي كانت واضحة تتعلق برحيل كل الكتل المتواجدة حاليا وإسقاط النظام ككل وليس فقط رئيس الحكومة؟ نعم، أليست هذه الكتل نفسها التي تبحث عن رئيس وزراء جديد وقعت على وثيقة شرف وأبقت على عادل عبد المهدي لعدم استجوابه أو إقالته، وخرج المتظاهرين وقالوا كلمتهم وسمع العالم كل العالم وكل الشرفاء في العالم إصرار المتظاهرين وكلمة المتظاهرين وتمت استقالة عادل عبد المهدي؟ فإذا هذا الاجتماع لا يعني المتظاهرين بشيء من قريب أو من بعيد. وحتى ولو الكتل السياسية اجتمعت على شخصية معينة بأمر طبعا من إيران ومن حرس الثوري وقاسم سليماني الذي اجتمع بمحمد رضا السيستاني ابن السيستاني ليتم اختيار بعض الأسماء، وهذا ما حدث بالفعل، تم ترشيح أسماء غير المعلنة الآن في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهذه قائمة صغيرة جدا من الأسماء وربما يتم طرحها عبر رؤساء الكتل، وما يتم تداوله الآن هو أسماء بعيدة جدا عن رئاسة الوزراء. بمجمل هذه الأحداث، المتظاهرين والمنتفضين في العراق بعيدين كل البعد عن نتائج تلك المفاوضات التي تجريها الكتل السياسية. هناك إرادة قوية جدا من المتظاهرين لإنهاء عملية سياسية بائسة جثمت على صدر العراق، وهذه العملية أفرزت دماء وقتلى وتشريد وشهداء في كل العراق وليس في المحافظات الغربية أو الشمالية. فإذا العراقيون ككل متضررين بكل مكوناتهم من هذه العملية السياسية البائسة،
لذلك لا رجعة عن قرار إقالة كل الأحزاب وكل الحكومة وكل الشخصيات السياسية التي مارست الفساد والقتل والسرقة منذ 16 عاما ولحد هذا اليوم. كان هنالك تصريح لتحالف الفتح يقول فيه أحد النواب عن هذا التحالف إن ترشيح شخص من خارج العملية السياسية لرئاسة الحكومة أمر مستحيل. هل تعتقد أن الثوار والمتظاهرين اليوم سيوافقون على أي خطة لإعادة تدوير نفس الوجوه مرة أخرى؟ وهل الكلمة لقائمة الفتح؟ ولو كانت لها الكلمة لما قالت عادل عبد المهدي التي استماتت من أجل إبقائه ولم تستطع. الكلمة العليا للساحة وللشارع وللمتظاهرين في العراق المنتفضين لشباب العراق، وهم لهم الكلمة العليا في العراق الآن. وهذا ما يحدث في ذقار، في النجف، وما يحدث الآن في كل المحافظات العراقية الأخرى حتى في بغداد. بالمناسبة حتى المحافظات التي لم تدخل المظاهرات دخلت، ومنها محافظة نينوى ومدينة الموصل، وقالت كلمتها بأسلوب آخر، ربما عبر مجالس عزاء، وقفات احتجاجية، تضامن مع المتظاهرين في العراق. كلهم لا يريدون شخصية من العملية السياسية بتاتا. وللعلم عادل عبد المهدي لم يكن عضو مجلس نواب ولم يكن مرشحا في الانتخابات الأخيرة، ولكنه جاء كتسوية بين قائمة الفتح وسائرون بأمر إيراني مباشر حتى لا يدخلوا في صراع الكتلة الأكبر، ومرشح تسوية هو، ولكن بكل الأحوال لم يكن عضو مجلس نواب ولم يكن مرشح. نعم، فإذا لهم غفور رحيم وعلينا شديد العقاب. هذا لا يمكن، لا أعتقد بأن المتظاهرين سيوافقون على أي شخص من هذه الطغمة الفاسدة التي تحكم العراق نعم. الآن. أستاذ زياد، بعد مرور أكثر من شهرين على ثورة تشرين وشعاراتها التي كانت تناهض وترفض الدور الإيراني في الشأن العراقي، يزور قاسم سليماني العراق ويحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، كيف يمكن تفسير هذا التحدي لطهران في العراق؟ طهران تدرك جيدا أهمية العراق، فهو المنفذ الاقتصادي الأول لها، وهو المنفذ الأمني الأول لها للخليج. واستغلت العراق لضرب أهداف في عدد من الدول العربية، وقامت بتدريب مقاتلين من أهل البحرين، وقامت أيضا باستهداف أرامكو وبعض المنشآت الموانئ في الإمارات، وكذلك حلب الاقتصاد العراقي وتوظيف الصناعة الإيرانية وجعل العراق المستهلك الأول والأكبر للمنتوج الإيراني. لذلك هي تنزل بكل ثقلها. أهمية العراق أكبر بكثير من اليمن ومن سوريا ولبنان وحتى حليفهم الأول حزب الله ونصر الله في لبنان. فالعراق هو أكثر دولة تمتلك إيران معها مساحة وحدود جغرافية، نعم. ولذلك لديها نفوذ كبير في العراق، فستحاول جاهدة. ولكن أعتقد الكلمة لأبناء العراق الذين لن يكونوا عبيد ولكنهم أحرار، وسيبقون أحرار في مواجهة هذا المد الإيراني الصفوي الذي حاول أن ينتزع العراق من الحضن العربي، ولكن بجهود أبطال العراق والمنتفضين في كل المحافظات العراقية أفشل هذا المخطط بكل تأكيد. شكرا جزيلا لكم الإعلامي والصحفي زياد سنجري، كنتم معنا عبر سكايب من فيينا.